طيب خلينا نروح بقى لمباراة النادي الأهلي والترجي. النهارده الفريق رجع للتدريبات بعد ما خلاص أغلقنا ملف الاحتفالات بالسوبر، زي ما قلت لحضراتكم يعني كأس السوبر في كرة القدم وكأس المحلية لكرة القدم وكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد، الاثنين بنحتفل بيهم من امبارح للنهاردة، ولكن النهاردة خلاص بعد برنامج البيت الكبير من بكرة هنبتدي بقى نركز في بطولة كأس الكؤوس لكرة اليد، وهنبتدي نركز في بطولة في دوري أبطال إفريقيا إن شاء الله في الدور قبل النهائي. يعني حاجة جميلة جدا إن احنا نشوف كابتن أكرم توفيق متواجد في ملعب النادي الأهلي، في ملعب مختار التتش، واقف مع دكتور أحمد أبو عبلة بيواصل الحقيقة بقية برنامجه العلاجي. ربنا يكرمه ويرجع بألف ألف سلامة أكرم توفيق. إن شاء الله ربنا يكرمنا ونحقق هذه البطولة ونكون وصلنا للقب 146 إن شاء الله، عشان يواصل النادي الأهلي تربعه على صدارة أكثر أندية العالم حصولاً على البطولات. السوبر اللي عمل قلق لناس كتير الحقيقة خلاص أغلقنا هذا الملف، وهنبدأ بقى نفكر في بطولة جديدة دوري أبطال إفريقيا. إن شاء الله ربنا يكرمنا ونحقق اللقب ال11. مواجهة الترجي دايما بتكون مباراة ما بين فريقين كبيرين الحقيقة، أو مواجهات الترجي والأهلي بتكون بهذا الشكل، مباراة كبيرة جدا جدا سواء ما بين النادي الأهلي أو الترجي. مهما كان مستوى الترجي، ما حدش يقول أصل الترجي بيتغلب مش عارف من الصفاقسي، والترجي اتغلب آخر فترة من الأفريقي. جماعة من فضلكم صدقوني، مباريات النوك أوت أو مباريات الأدوار القبل النهائية تحديدا لما تلعب فريق كبير زي الترجي ما تفكرش في كده. الترجي هيبقى أحسن من أحسن فترة ليه. خلي بال حضراتكم، مباراة صعبة جدا ومباراة للتاريخ، دور قبل نهائي إن شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع أن نصل للمباراة النهائية من خلال نادي كبير زي نادي الترجي، أصحاب تاريخ أكتر من رائع في القارة السمراء. الأهلي والترجي فرق بطولة ومن زعماء القارة، عشان كده دايما هذه اللقاءات بتكون لقاءات قمة، لقاءات الكبار دي. الأهلي والترجي اتقابلوا يعني 22 مباراة، منهم 20 مباراة في دوري أبطال إفريقيا ومرتين في الكونفدرالية. كالعادة حقيقة يعني الأهلي دايما بيتفوق في تاريخ المواجهات. الأهلي فاز في 10 مباريات، تعادلنا في 8 وخسرنا في 4. آخر مباراة جمعت الأهلي والترجي كانت في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 21، فاز الأهلي بمباراة الذهاب على الترجي لو تفتكروا 1-0، وانتصر في الإياب بثلاثية نظيفة. يا رب إن شاء الله نقدر نكرر هذا مرة أخرى ونصعد للمباراة النهائية ونفوز بهذه